لاسارتي، والاهم دايما للنادي الاهلي اللي ما بيقفش عند اي حدث سواء ايجابي او سلبي. بتكسب ما بتقفش عند الفوز، بتخسر ما بتقفش عند الخساره، بتفكر في اللي جاي، بتفكر في اهدافك وطموحاتك، بتبقى عايز تكسب كل البطولات، عايز تكسب كل المباريات. بالمناسبه طبيعي جدا ما فيش فرقه في العالم بتاخد كل بطوله يعني ولا بتكسب كل ماتش، لا دي كوره، دي رياضه، وارد ان انت تخسر. ثقافه جمهور النادي الاهلي ما فيهاش خساره، وبنحترم او بحترم وبقدر وبتفهم الجزئيه دي جدا، لكن في نفس الوقت انت ما بتلعبش لوحدك، في منافسين اقوياء دلوقتي، وفي نفس الوقت انت موفر كل احتياجاتك، موفر كل التدعيمات اللي انت عايزها للفريق الاول، فشيء وارد الهزيمه، لكن الاهم من الهزيمه ان انت تشوف اخطائك وتصححها، او تشوف توابع الهزيمه واسبابها ايه وتصححها، مش اخطائك، اسباب الهزيمه ايه وتحاول تصحح هذه الاسباب عشان تتفادى تكرارها خلال الفتره اللي جايه. اخفاق وارد ان هو يحصل، وفي نفس الوقت انت هتعالج هذه الامور، وان شاء الله باذن الله النادي الاهلي يعود اقوى واقوى في ما هو قادم من تحديات مختلفه. سوبر، دوري، عندك الاهم كمان دوري ابطال افريقيا، كلنا ثقه في القادمين المسؤولين في النادي الاهلي طبعا المتواجدين، وايضا في الجهاز الفني الجديد اللي هيجي اللي اكيد هيتم اختياره بعد عينيا. في خبر مهم جدا بقى